لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لقاءات دور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات نصف النهائي الذي ينطلق في هذه اللحظات، نصف النهائي الأول ما بين منتخبي زامبيا، المباراة التي تنطلق في هذه اللحظات. طبعا كانت هناك دقيقة ترحم على الرئيس السابق الجنوب أفريقي. كرة للجنوب أفريقيات، عرضية سهلة عند حارس المرمى كما ذكرت بركلة الترجيح، بينما الجنوب أفريقيات فوزنا وتأهلنا على حساب منتخب تونس للسيدات بهدف سيو بوس النيوي، أخطر لاعبة التكسب ركنية. نعم فروض أمبيات، تغطية ممتازة للجنوب أفريقيات، أفضل يبدو عليهن أنهن أحسن وأفضل أمام سنغاليات اللواتي كنا متقدمات بهدف دون رد. تمام يا مابيبا رقم 11 توزع كرة، خروج سليم من حارس المرمى الجنوب أفريقيا أنديلي جيريكا عادة المنتخب العملاق، خروج لموزوندا، كاثرين موزوندا تسيطر على الكرة الأخيرة، تطير الكرة للرصاصات النحاسية والتسديدة بعيدة، لوبونجي تضع كرة بعيدة عن المرمى، سوء تعامل من أوشومبا لوبونجي، له الكرة خطيرة خطيرة، صارت هذه الفرصة للمنتخب الزامبي، تسديدة من لونغو بيدي دلاميني، خطأ كبير من باني، هفوة كبيرة من باني، بينما ضاعت فرصة كبيرة على شاندا. شاندا ضاعت كرة على جراسي، شاندا كبيرة كبيرة من شاندا، تحاول جراسي شاندا والتفوق كان من ماتلو. كرة سهلة ل أنديلي دلاميني، كرة بلمسة بعيدة تماما بين وسط ميدان منتخب جنوب أفريقيا، فارغ ولاعبات المنتخب الجنوب أفريقي بعيدات عن بعضهن البعض، فخطيرة للجنوب أفريقيات، رأسية وفي النهاية موزوندا، موزوندا تخرج وتلتقط هذه الكرة، لكن الزامبيات الآن لديهن فرصة التسديد على مرمى أنديلي دلاميني، تيزاني ممتازة خطيرة هذه الكرة، بعيدة بعيدة، موتالو كان عليها أن تمرر كرة أفضل وأحسن، تلعب تسديدة بعيدة عن مرمى. جت نهائي نسخة 14 لكأس أمم أفريقيا للسيدات، تدخل قوي أمام جينمين سيو بوس نيوي. بالإمكان أن تكون هدفا أولا في هذه المباراة، رأسية سهلة لموزوندا، جاني تلعب كرة بلا فرص واضحة للتسجيل من الجانبين، عرضية خطيرة جدا، المحاولة فيها خطأ للدفاع الجنوب أفريقي، فرض خطأ واضح. نعم الجنوب أفريقيات وفرصة جول وتسديدة سهلة، لا 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 لا، غريبة غريبة هذا الموقف، غريبة هذا الموقف، جاني تهدر فرصة كبيرة بينما هي اللي صنعت الجنوب أفريقي، أخذ ورد
لمسة يد على خط منطقة الجزاء حكم المباراة. واشاندا مابيبا واشاندا هي مابيبا 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 واشاندا وكادت أن تمر كرة من مابيبا. كرة من الركنية رأسية الإثيوبية أبيبي تنهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات ما بين الزامبيات والجنوب أفريقية. لنا عودة مع بداية الشوط. مابيبا 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 نهاية كرة تسيطر على الأداء إلى حد الآن. الدعم الهجومي المطلوب بالنسبة للمنتخب الجنوب أفريقي. كرة كانت سهلة لحارس المرمى يا موثالو ليندا موثالو تسديدة من مسافة بعيدة لم تكن الفكرة سيئة إطلاقا. موجيلانك موتاو ممتازة كرة جنوب أفريقيا. الآن صرنا نشعر بالحضور الهجومي الجنوب أفريقي مع بداية هذا الشوط الثاني على العكس تماما الشوط الأول. الأمور كانت نعم أعطوها الصورة الأوضح الجنوب أفريقيا تكسبنا ركلة جزاء في هذه اللحظات 17 جول ليندا موثالو تضع الكرة في الشباك معلنة عن تقدم الجنوب أفريقيا في مرمى موزوندا. حاولت الكرة ولكن لم تتمكن. أبدت نسرين الشاد لاعبة المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية أملها في تجاوز عقبة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات وتحقيق الانتصار من أجل مواصلة كتابة التاريخ. وقالت نسرين لقد بدأنا في كتابة التاريخ ويمكن كتابة المزيد. الهدف واضح، اليوم سنبحث عن الانتصار وسنقدم كل ما لدينا من أجل ذلك. نحترم نيجيريا كثيرا لكننا فريق رائع أيضا. سنشهد مباراة كبيرة ونأمل أن ننهي المواجهة بانتصار وفرح. عملنا من أجل تحقيق كل هذه الانتصارات ولازلنا نعمل لمواصلة الفوز. سنقدم كل شيء للانتصار بدون أي شعور سلبي وبمساندة الشعب المغربي الذي يساندنا ويشجعنا. وستجرى المباراة التي ستجمع بين نيجيريا والمغرب الاثنين بالمركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط ابتداء من الساعة 9:00.